السلام عليكم. تحديث جديد ظهر في استوديو يوتيوب، وبالتحديد في الإعدادات، يعني إعدادات تحميل الفيديو. أنت لما يعني بتعمل فيديو بدك تحمله على اليوتيوب، طبعا بتعمل له إعدادات اللي هو العنوان والوصف والصورة المصغرة وكل هاي الأشياء. فهنا ظهر تحديث جديد، فأنت يعني مفروض إنك تفعله، أو إذا مش حابب تفعله راح نشوف خلال الشرح العملي من استوديو يوتيوب. التحديث هذا اسمه الشرح التلقائي للمفاهيم. طبعا ممكن حد يعني يستغرب شو الشرح التلقائي للمفاهيم. يعني أنت أحيانا وأنت بتشرح في بالفيديو ممكن تذكر أشياء أو مصطلحات يعني لا يفهمها الجمهور أو ما بيعرفها، خاصة الجدد. مثلا أنت بتشرح مثلا عن الكلمات المفتاحية، فالجمهور يعني ما بيعرف شو، بعض الجمهور يعني مش كل الجمهور لا يفهم ما معنى الكلمات المفتاحية. فهنا يتدخل اليوتيوب وبيكتب في الوصف، بيكتب في الوصف يعني شرح للكلمات المفتاحية مثلا، أو أي شيء آخر، أو أي مفهوم، يعني أي شيء من المفاهيم اللي الجمهور ممكن ما يفهمها، مثل الصورة المصغرة مثلا. يعني واحد جديد على اليوتيوب ما بيعرف شو الصورة المصغرة، فهون اليوتيوب بيساعدك في الوصف، بيكتب لك يعني أشياء عن الصورة المصغرة، ممكن يكتب لك مقاييس الصورة المصغرة وهكذا الشغلات. يعني إحنا طبعا لسه هذا التحديث يعني ما ظهر بالنسبة إلي يعني بشكل عملي، لأني هذا أول فيديو بعد نزول التحديث، يعني بعد ما حصل التحديث هذا أول فيديو. فطبعا أنا راح أشوف إيش ممكن يعني يكتب اليوتيوب في وصف الفيديو بالنسبة للشرح التلقائي للمفاهيم. إحنا هلأ بدنا نروح على استوديو يوتيوب ونشوف بصورة عملية كيف ممكن نفعل هاي يعني التحديث. استوديو يوتيوب، وكبر شوي. هون بندخل للمحتوى يعني الفيديوهات، نضغط على الفيديوهات، نضغط على أول فيديو. يعني إحنا عادة لما بنحمل الفيديو بنعمل العنوان والوصف وكل الأشياء المطلوبة، من الصورة المصغرة مثلا، هاي الصورة المصغرة، وبنكمل كل الأشياء المطلوبة، مثل هون تم ضبط الفيديو على أنه غير مخصص للأطفال. هلا بننزل هون إلى آخر شيء اللي هو عرض المزيد من الخيارات، نضغط عليها وننزل لتحت. هنا الفصول التلقائية، الأماكن الظاهرة في الفيديو، الشرح التلقائي للمفاهيم. هاي هي الميزة الجديدة أو يعني التحديث الجديد اللي مفروض أنت تفعله في أثناء تحميل الفيديو، يعني زيه زي الفصول التلقائية وزي العنوان والوصف. طبعا هنا السماح بالعرض التلقائي للمفاهيم، لازم تكون هذه صح، إذا ما كانت تعملها تضغط عليها بتصير صح. بنقرأ هذا الكلام اللي مكتوب، طبعا هو مكتوب بالإنجليزي، ما بعرف ليش كاتبين لي بالإنجليزي. Concepts mentioned in your video may automatically appear in the description. Help viewers learn more about unfamiliar terms without leaving the video. يعني طبعا أنا أترجم هذا الكلام. قد تظهر المفاهيم المذكورة في الفيديو تلقائيا في الوصف لمساعدة المشاهدين في التعرف على المصطلحات غير المألوفة دون مغادرة الفيديو. طبعا هم بهمهم أنه أنت ما تغادر الفيديو،
علشان هيك إذا في إشي أنت مش فاهمه من المصطلحات والمفاهيم، يعني زي الصورة، إذا أنت بتحكي عن الصورة المصغرة مثلا، إذا حد مش عارف إيش هي الصورة المصغرة، اليوتيوب بيوضح هذا في الوصف. أو أنت بتحكي عن الكلمات المفتاحية، يعني كمان اليوتيوب بيوضح بعض الأشياء عن الكلمات المفتاحية في الوصف، لأنه مش كل الأشخاص بيعرفوا كل شيء. يعني في أشخاص بيكونوا جداد على اليوتيوب وما بيعرفوا هاي الشغلات. ما بنعرف إذا كان هذا التحديث يعني هو مفيد في المستقبل، هل هو بيساعد في بالنسبة للوصف؟ راح يظهر هذا الشيء معنا في المستقبل إن شاء الله. طبعا مش كل القنوات ظهر عندها هذا التحديث، ولكن لابد انه في يوم من الايام يظهر في قناتك. اتمنى انكم تستفيدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.